صباح الخير ونهاركم سعيد من الـ LBC لليوم الخميس 8 آب 2013. اليوم هو أول أيام عيد الفطر، نتمناه مناسبة للفرح والطلاق على مساحة الوطن على الرغم من كل الظروف غير المشجعة. أمس كان لبنان على موعد مع خرقين أمني وسياسي، الأول تمثل بتوغل إسرائيلي لمسافة قاربت 400 متر داخل الأراضي اللبنانية في منطقة اللبوني، حيث انفجر لغم تسبب بجرح 4 جنود إسرائيليين، ما استدعى تحركا عاجلا لوزير الخارجية اللبنانية عدنان منصور في اتجاه مجلس الأمن لتقديم شكوى قبل أن تنجز اليونيفيل تحقيقاتها، في وقت يتجاهل منصور تماما الخروقات السورية الجوية والبرية شبه اليومية للسيادة اللبنانية والتي توقع قتل وجرحى ويتمهل جدا في دراستها. والخرق السياسي هو توغل النائب وليد جنبلاط أكثر في طرحه الأخير، فانتقل من التلميح إلى الإعلان المباشر عن الحاجة إلى قيام حكومة تكنوكرات غير سياسية، معتبرا في حديث إلى الشرق الأوسط أن موقفه ليس موجها ضد أحد أو إلى أحد. ودعا جنبلاط حزب الله إلى التفكير في مرحلة ما بعد الأسد لأن نظامه ساقط بالفعل ويجب حماية لبنان من تداعيات سقوطه. ضيفنا اليوم في نهاركم سعيد مستشار رئيس حزب القوات اللبنانية العميد الركن المتقاعد وهبي أطيشة، ومعه نتناول التطورات في لبنان والمنطقة. أهلا وسهلا فيك بالـ LBC. أهلا فيك أستاذ بسام. بدي أعترض على كلمة بس متقاعد، لأن عادة كل جيوش العالم ما في شيء اسمه متقاعد. ما في اسمه متقاعد. إيه بس هون هيدي الصيغة بلبنان ليه ما بعرف. لأنه يمكن ما فيك تقول عماد متقاعد ولواء متقاعد. لأنه يمكن الموجودين بالسلك ما بحق لهم يحكوا مشان هيك. لا بس تقول عم يحكي معناته منو بالسلك وقال له بيلبس البدلة. طيب خلينا نشوف شوي نحن وياك حركة السير، يعني بصباح هذا اليوم أول أيام عيد الفطر السعيد عم نشوف أوتوستراد جوني ما في عجقة سير اليوم، يعني على غير العادة، الحركة طبيعية بكل الاتجاهات. منطقة الدورة كذلك الأمر، منطقة بولفار شهر الحلو كمان ما في عجقة سير بأي اتجاه، ساحة ساسين بالأشرفية تقريبا خالي من السيارات، شارع الحمراء كذلك الأمر ما في سيارات، عدد قليل جدا، طريق المطار المدينة الرياضية كمان حركة السير فيها خفيفة كتير، ومدينة صيدا أيضا الحركة فيها خفيفة جدا، يعني ينعاد على جميع اللبنانيين وعلى المسلمين بشكل خاص بعيد الفطر. أنا بهالمناسبة اسمح لي بدي عيد كل اللبنانيين بهالعيد الفضيل، وخاصة أبناء منطقتي منطقة عكار، هاي المنطقة اللي عم تدفع ثمن الأزمة السورية ويلي هي بالفعل نموذج في الوطنية ونموذج بالسيادة، ويلي على مدى 40 سنة من الحرب الأهلية اللبنانية كانت نموذج بالأمن وما صار فيها ضربة كف على مدى 40 سنة، ويلي حاولوا مؤخرا يمكن زج هالمنطقة وخلق مشاكل حواليها، إنما بقوا بالفشل وستبقى عكار نموذج لهالعيش المشترك بين كل اللبنانيين. بدي عيدهم بهالعيد الفضيل وإن شاء الله بيعاد عليهم بدولة منيحة، وخصوصا هني مقلع المؤسسة العسكرية ومقلع البطولة ومقلع الشهداء إن شاء الله. جنرال، يعني كيف شفت الخرق الإسرائيلي اللي صار امبارح بمنطقة اللبوني؟ يعني أليس هذا الخرق هو دليل على ضرورة يعني وجود المقاومة وسلاح المقاومة يعني لمواجهة هكذا أعمال إسرائيلية؟ أنا بلاقي بالعكس، تعرف أنا خادم بجنوب كضابط سابق يعني بالجيش، لما كان الجيش جيش والدولة دولة وكان ما يحكي بالدولة إلا الجيش كمؤسسة عسكرية للدفاع عن الجنوب، هاي الخروقات تقريبا ما كانت تصير. اليوم لما طلع القرار 1701 ووقف إذا بدك الأعمال الحربية بين ما يسمى المقاومة وبين الجيش العدو الإسرائيلي، يعني إذا صارت العمليات ممكن تستمر سرية. من هالمبدأ كان الجيش الإسرائيلي يلي هو معتبر أنه في برجه حزب الله ويلي كل ساعة ممكن يفتح الجبهة، أكيد يمكن بده يدافع عن حاله، بيعتدي على أرضنا. نحن مع وزير الخارجية عدنان منصور بالشكوى على الجيش الإسرائيلي وعلى الدولة الإسرائيلية في مجلس الأمن الدولي، بس بنتمنى عليه أنه ياخذ هالمبدأ مبدأ إذا بدك ثابت على كل القوى يلي بتخترق الأرض اللبنانية، سواء كانت عدوي أو كانت شقيقة، كل واحد بيعتدي على الأرض اللبنانية أو على الشعب اللبناني، بدنا نشتكي عليه إذا كنا نحن بالفعل نؤمن بسيادة لبنان وحرية هالبلد ومؤسساته. هالخرق اللي عمله العدو الإسرائيلي عم بيصير كل يوم بالأجواء، وعم بيصير كل يوم يمكن بغير الأجواء، إنما بدنا نشوف السبب، ليش العدو الإسرائيلي بيخترق الأجواء اللبنانية ما بيخترق الأجواء السورية؟ بلا بيخترق الأجواء السورية. نعم عم بيخترق الأجواء السورية. إنه بمحطات معينة اخترق، صح.
بس تلاقي أنه بيخترق يوميا الأجواء اللبنانية، بينما بالأجواء السورية اخترق كذا مرة اثنين ثلاثة، أو ما اخترق الأجواء المصرية لما كانت سيناء محتلة، يعني بسبب وجود حزب الله يخترق هذه الأجواء ويخترق الأرض اللبنانية. طبعا بسبب وجود حزب الله، مش الجيش السوري اللي بيمنع الجيش الإسرائيلي من اختراق الأجواء السورية، لا، لأن في دولة بس أنه في دولة قالت له بال 74 أوكي أنت هون وأنا هون، ما بيصير اعتداء بيناتنا، منشوف بعدين شو بنعمل. بينما بلبنان نحن ما قدرنا نكون دولة تنقول للعدو الإسرائيلي أنت هيدا خطك ما فيك تجي لهون، إنما هيدا الأرض بقت مستباحة من ال 76 بوجود منظمات التحرير الفلسطينية ومن ال 69، واستمرت مستباحة حتى بعد القرار 1701. من شان هيك العدو الإسرائيلي بيقول لك هيدي حرب مفتوحة، هلا يمكن هدني بيني وبينهم أو وقف أعمال قتالية بيني وبين حزب الله، بس هيدا الحزب لا يرتبط بدولة ولا مؤسسة ولا يرتبط بالأمم المتحدة ولا بجامعة عربية، لذلك بتلاقي العمليات المفتوحة بين بعضهم مستمرة. بس لبنان ملتزم بال 17-01، يعني والدليل على ذلك الهدوء الذي يسود يعني لا ما أنا ملتزم بال 1701، وأكبر دليل أنه هالأسلحة اللي عم تنفجر بجنوب نهر الليطاني، الاعتداء على اليونيفيل بجنوب نهر الليطاني، الاعتداءات المتفجرات اللي عم تحصل دايما، وهذا ال 1701 بيقول ممنوع وجود أسلحة جنوب الليطاني، ممنوع الأسلحة تجي من سوريا على عند للداخل اللبناني. كان السيد حسن يقول عندنا 12-13 ألف صاروخ بال 2006، اليوم بيقول عندي 50 ألف. هال 50 ألف منين اجوا؟ هل زرعناهم 12 وطلعوا 50 ألف، ولا اجوا من الجانب السوري وتهريب من الجانب السوري خلافا للقرار 1701؟ 1701 نحن كمؤسسة كدولة محترمينه، بس انما اللي على الارض يلي هو اليوم صادر قرار الدولة واخذ الدولة رهينة يلي هو حزب الله منو محترمه، اكيد منو محترمه. بس هل هذا يبرر للجيش الاسرائيلي ان يخترق الحدود اللبنانية او ان يخترق الاجواء اللبنانية؟ لا انا ما انا بالعكس، انا بدي الطيران اللبناني يروح فوق صفد ويرجع، فوق نهاريا ويرجع، وفوق الحولي ويرجع، بس انما وقت اللي بتكون في قدامك عدو من هالنوع وانت كدوله منك قادر، بصفي الارض مستباحه. انا بتمنى انه يكون في دوله ساعتها وقت الدوله اي حدث بيحصل في عندك جيش وفي عندك دبلوماسي وفي عندك سياسي بتدافع عن لبنان. واكبر دليل قبل ما جنوب يستباح كنا نعيش نحن ضباط بجنوب لبنان، كان جنوب لبنان امن، امن منطقه بلبنان كان. إنما حاليا أمن منطقة بلبنان؟ لا بالعكس، امبارح فاتوا الإسرائيلية على 400 متر وطلع فيهم لغم وأخذوا جرحى وقتلى، ما بعرف إذا في قتلى كمان. إنما ما لا منو آمن لا. وبعدين هل وجود الدولة هونيك موجودة؟ طبعا لا، هذا الجيش موجود هونيك، الجيش راح كشف وطلع بيان، بس اللافت إنه امبارح الجيش يعني ما قال انه صار في تصدي لهذه المجموعه الاسرائيليه. طبعا التصدي على الرغم من انه يعني كشف موقعها وين وعرفت وين. انتبه بس بالعمليات العسكريه جيش تسلل 400 متر، 400 متر نحن مش كل متر في عسكري على الحدود، ما في جيوش بالعالم بتحط كل مترين عسكري على الحدود وبتقول لك انا عم دافع عن حدودي، لا، بس انعرفت البقعه اللي هن موجودين فيها. انعرفت البقعه اللي فيها، بس انه لما اجى الجيش كانوا هن انسحبوا صاروا داخل اسرائيل، شو فيهم يعملوا؟ اكيد لو بقيوا بقلب المنطقة اللي بلبنان كان أكيد الجيش قوص عليهم طبعا، وكان أوقع قتلة وجرحة قد ما بدك، بس إنما بمجرد ما انسحبوا 400 متر بمجرد ما طلع اللغم وانسحبوا يعني بدهم 3 دقائق 4 دقائق بيصيروا داخل إسرائيل. وين بده يلحق الجيش يوصل عليهم؟ ليش ما حدا قدر يوصل عليهم لا جيش ولا أمم متحدة، ويمكن حتى ميليشيا حزب الله ما قدرت توصلهم؟ ليه؟ لأن هيدي عمليات بتصير إذا بدك مفاجأة، وبينسحب إغارة وبينسحب بيروح بده يزرع شيء وبينسحب قريب من الحدود. عدم التصدي مش تقصير من الجيش، عدم التصدي من طبيعة العمل العسكري اللي في العدو الإسرائيلي، طبيعة عمل محدود بالوقت وبالزمان والمكان، ورجع انسحب لما انفضح دغري بسرعة. ما قدر الجيش يوصل، حتى الجيش الأمريكاني لو موجود ما بيقدر يوصل ويشوف شو القصة أو يتصدى له قبل ما ينسحب. طيب من الناحية العسكرية بتعتقد فعلا انفجر اللغم بهالمجموعة الإسرائيلية، أو أنه كان في هناك تفجير عضوي ناسفي فيهم؟ يعني المعروف انه في يعني لحزب الله على الحدود مراكز وموائع، وحتى يمكن في تجهيزات عسكريه او في يعني وسائل قتاليه جاهزه للتصدي للاسرائيليين. تعرف منطقه الحدود بسام
على 40 50 سنة 45 سنة تقريبا تخضع للعمليات الكر والفر، سواء كان الجيش اللبناني أيام زمان أو منظمة التحرير أو حزب الله مؤخرا. دايما بس تكون أرض عمليات مفتوحة بيبقى فيها ألغام، بيبقى فيها إذا بدك من رواسب الحرب، بيبقى أشياء كثيرة. هلأ لما أجا العدو الإسرائيلي وانفجر فيه هذا، شو هالصدفة يعني انفجر اللغم بهذه المجموعة يلي كانت مرأة بهالمنطقة؟ بيكون هو جاي يعمل شيء بهالمنطقة. هلأ يو أنه لغم أرضي من مخلفات الحرب، مخلفات العمليات العسكرية انفجر، أو أنه هني جايبين بدهم يحطوا شيء ومعهم ألغام أو شيء انفجرت فيهن وانسحبوا. هيدي نحن ما فينا نحكم عليها. أنا ما بقدر كمراقب أحكم عليها إلا ما التحقيق العسكري اللي هو الجيش بيروح بيحقق مع الأمم المتحدة، بيشوف شو طبيعة الانفجار. يمكن من طبيعة الانفجار فيك تعرف أنه إذا من مخلفات الحرب أو من هالعتاد العسكري اللي هني حاملينه ومدخلينه على الأرض اللبنانية. هون كان مراقب من بعيد ما بقدر أعرف، بس بقدر أتصور بقول لك يا أنه من مخلفات الحرب يا أنه هني جايبين معهم شيء بدهم يزرعوها ونيكي ومفجر فيه. وممكن حزب الله يكون حاطط شيء كمان يعني. كمان ممكن. ممكن. طيب يعني الملاحظ انه اليونيفيل بعد لليوم ما طلعوا بيان يعني قالوا فيها حقيقه اللي صار. الجيش اللبناني اصدر بيان قال انه صار في خرق، توغلوا 400 متر، صار في انفجار، انصاب اربعه. الاسرائيليين كمان حكوا عن اصابه اربعه، ولكن اليونيفيل عم بتقول انه نحن عم نحقق. اليونيفيل طبعا لاول واحد الجيش اللبناني بده يفسر للبنانيين شو القصه. هلا بده يقول لهم انه صار انفجار، بس يمكن الجيش ما عطى شو طبيعة الانفجار وليش وكيف، يمكن ما عنده العتاد المتطور ليعرف طبيعة الانفجار وشو سببه. هلأ اليونيفيل كمان عم بتحقق، بعد عم تحقق بانتظار النتيجة. بتعرف هودي مكانتهم كيونيفيل وكدول متطورة بطيئة بس بتوصل بتصيب، يعني بطيئة إنما بتصيب. هلأ ليه ما قالوا؟ ليش ما صابوا بعد؟ ليش ما قالوا؟ هذا بيتعلق بالأمم المتحدة. لا ما بدون يصبوا الزيت على النار، إنما الاعتداء حصل وكليتنا الشعب اللبناني وراء الوزير منصور بتقديم الشكوى إلى الأمم المتحدة، لأن في جيش غريب فات دخل 400 متر وحصل اللي حصل، لازم نقدم شكوى نحن على القليلة. تخشى من انفجار على الحدود اللبنانية الإسرائيلية؟ يعني انفجار حتى عسكري؟ اليوم لا، لحن ما حدا، ما في فريق له مصلحة بهالانفجار. الفريقين اللي فيهم يعملوا الانفجار هن العدو الإسرائيلي وحزب الله إذا بده يعمل انفجار. أنا برأيي اثنين اليوم ما قالوا المصلحة بحصول الانفجار. ليه؟ لأن العدو الإسرائيلي عنده جبهة رايقة وهادية ومحروسة إذا بدك، وحزب الله ما بفتكر اليوم عنده المصلحة بتسخين هذه الجبهة. أول شيء عم بقاتل بخارج الأرض اللبنانية، ثانيا الشعب اللبناني اليوم ما بيأيد أي عمل عسكري أو أي عمل عنفي بيصدر عن حزب الله على الحدود الجنوبية، حتى مش الشعب اللبناني، حتى أهل الجنوب ما بيأيدوا هالشي. لذلك ما حدا له مصلحة اليوم بتسخين الجبهة. بس يعني السيد حسن نصر الله بيوم القدس حكي كلام بموضوع فلسطين، بموضوع الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين، كلام يعني تجاوز يعني كل 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 ما كان يحكى فيه على الصعيد اللبناني الداخلي، حتى وصل إلى حد القول إنه إزالة إسرائيل من الوجود هي مصلحة وطنية لبنانية. هلا السيد حسن بتعرف اليوم ما بعرف ليش بده يكون هو فلسطيني اكثر من محمود عباس، وليش ما رام الله هي عاصمه فلسطين اليوم مش بيروت، ليه بده هو ياخذ هالوكاله عن كل الشعوب العربيه لحتى يقول انا بدي زيل فلسطين اسرائيل من الوجود، لاستعاده حق الفلسطينيين واحد، ثاني هذا مطلب عربي ولبناني ولبناني بامتياز. اول شيء اللبنانيين هن بيطالبوا باستعاده حق الفلسطيني. ليه؟ لان نعرف نحن على ارضنا عندنا لاجئين فلسطينيين، عندنا لاجئين بدنا نحل قضيتهم. يعني مصلحتنا الكبرى استراتيجيه انه نستعيد حق الفلسطينيين لحتى هالمواطنين اللي عندنا الفلسطينيين اللاجئين يرجعوا على ارضهم، هيدا حق طبيعي لنا. بس ما بيقدر السيد حسن وحده ينفرد ويقول انا مندوب عن الشعب اللبناني والشعوب العربيه كلها بهيدي القضيه اللي هي اسمها القضيه الفلسطينيه. اذا كان شايف انه اذا كان شايف هو انه كل هذه الدول العربيه تخلت عن القضيه الفلسطينيه شو يعني؟ لأقول لك ليه؟ مش مهم هو يشوف كل الشعوب العربية يجوا القادة، اجى اول واحد عبد الناصر وبعدين يمكن حافظ الاسد وبعدين صدام حسين، يرفعوا راية فلسطين ويروحوا يحتلوا الاذاعة ويقولوا فلسطين الجريحة نحن بدنا نرجع الحق الفلسطيني. شو عملوا؟ اكبر دليل انه
على تفاوت وعلى درجات كانوا باسم هاي القضية يقمعوا شعوبهم ويعيشوهم بالفقر والتأثير. وأكبر دليل باسم القضية الفلسطينية اليوم لك شو عم بيصير بسوريا. أكيد العدو الإسرائيلي ما قتل سوريين بقد ما قتل بشار الأسد وحافظ الأسد وكله تحت اسم الرأي الفلسطيني. هلأ لما لقوا انه هيدي القصه ما بتطعمي خبز، الشعوب العربيه اليوم انتفضة، انتفاضه الشعب العربي اليوم، الربيع العربي هو اللي ممكن يجيب حق للفلسطينيين، وليس القاده اللي اجوا بالقوه اضطهدوا شعوبهم. اليوم لما هيدي الشعوب يمكن عم تاخذ خط ديمقراطي، وبدي نوه بقضيه انه دول الخليج والسعوديه على راسها خدموا القضيه الفلسطينيه اكثر من هول الانظمه اللي عملوا ديكتاتوريات. ها اليوم السيد حسن اخذ، مش السيد حسن، النظام الايراني اخذ هذا العالم الفلسطيني كرايه للدفاع عن فلسطين. ليه؟ ليأمن الهيمنه على الشعوب العربيه المحيطه باسرائيل على المشرق العربي، ويمكن يطور وصولا الى مصر و و و طبعا هلا هو اخذ هذا الشعار، بس انما شو قدم للقضيه الفلسطينيه؟ النظام في طهران حزب الله قاتل ضد اسرائيل وهزم ضد اسرائيل وساعد المقاومه الفلسطينيه بغزه وبالضفه الغربيه. مين قال له هيدا لازم يساعدها؟ ليش يساعد الفلسطينيين مع محمود عباس، يساعد الفلسطينيين مع ياسر عرفات؟ عشان يساعدهم، لا بيساعدوا على التفاوض مع اسرائيل. اذا لا، اذا الشعب هيدا هو بده يفاوض اسرائيل، انت شو دخلك؟ انت كحسن نصر الله او الامام الخميني او الخامنئي، انت شو دخلك اذا الشعب الفلسطيني مريس عليه محمود عباس ديمقراطيا وهو عم بيفاوض العدو لحتى يجيب حقوقه؟ انت دعم هيدا محمود عباس. واذا كان كل تجاوز بتكون انت عم تعمل المصلحه الاسرائيليه لاضعاف محمود عباس. واكبر دليل لما كانوا عملوا اتفاق أوسلو، طبعا الإسرائيليين ما كان عجبهم اتفاق أوسلو، قتلوا لرابين يلي بيعتبروه ملك إسرائيل. شوي طلعت معارضة فلسطينية من الداخل، مين اللي قاد هالمعارضة؟ مين كان اللي يدفع المصاري ضد ياسر عرفات؟ معروف الأنظمة، يعني من طهران للنظام السوري. ليه؟ لأن كانوا بدهم يضعفوا ياسر عرفات. ما ولا يوم اشتغلوا مع القضية الفلسطينية، كله دايما تجارة بالقضية الفلسطينية، تجارة بالقضية الفلسطينية، تجارة بالقضية الفلسطينية، وبعدهم لليوم بيتاجروا بالقضية الفلسطينية، بيتاجروا بالقدس، وبيتاجروا ما بعرف شو، كلياته إيران للهيمنة على منطقة الشرق الأوسط، وطبعا حزب الله لمصادرة القرار اللبناني وخدمة إيران. بس يعني بالنهاية حزب الله يعني هذه قضية مركزية بالنسبة له، هذه قضية أساسية بالنسبة له، وهو يعني من الناحية المبدئية يرفض أن يكون هناك تخلي عن أي حق في فلسطين. ليش؟ مين تخلى عن الحق بفلسطين؟ أي دولة بقى تخلت عن الحق بفلسطين؟ داش وقت بيقبل وقت بيقبلوا الفلسطينيين بقيام دولتين، دولة إسرائيلية ودولة فلسطينية. طيب هذا حقهم، هن صاحب الحق، مثل أنا عندي جنينة بتجي أنت بدك تشاركني فيها بالقوة، طيب شو لك فيها أنت ك ك ك كإيران أو كنظام سوري أو كحزب الله اليوم؟ شو لك أنت بهالأرض طالما صاحبها هو رضي انه بده يفاوض الاسرائيلي ويعمل دولتين؟ انت شو قلك فيها؟ باي حق انت جاي عم بتقول اني انا بدي برفض اللي بده اياه محمود عباس؟ ما لك حق ترفض بالاساس، انت عم بتتاجر بمحمود عباس وبالفلسطينيين الموجودين، باللاجئين الفلسطينيين الموجودين بلبنان وبسوريا وبالاردن، وعم بتتاجر بالقضيه الفلسطينيه ككل يلي هي مقدسه. انا رحت مره على من 30 سنه رحت على امريكا اللاتينيه وفي عندي ابن عمي هونيك صوره ياسر عرفات قد الحياة، قلت له ليه؟ قال لي بنته يعني كانت مقاومة بالتوبا مارو، قالت لي هيدا عم بيدافع عن قضية إنسانية كبيرة، القضية الفلسطينية قضية إنسانية، مش قضية لا حزب الله ولا قضية إسلامية، هيدي قضية إنسانية بامتياز. لذلك كانت أخدي على مساحة الكون كله مع ياسر عرفات. اليوم أنت بدك تجي تختصرها، أنا بدي حق الفلسطيني انا بدي استرجعه، مينك انت لتقول انا الحق الفلسطيني بدي استرجعه؟ الحق الفلسطيني بايد الفلسطينيين. انت اذا بدك تخدم القضيه الفلسطينيه بتروح بتساعد محمود عباس، بتساعد السلطه الفلسطينيه لتسترجع هذا الحق، والا غير هيك بتكون انت عم بتتاجر فيها وعم بتتاجر بالقضيه اللبنانيه ككل من وراء هاي القضيه لحتى تامن الهيمنه الايرانيه على الشرق الاوسط ككل. بس كمان يعني المبادئ الموجوده عند حزب الله والتوجه الفقهي الموجود عند حزب الله تمنع يمكن التعاون مع هذه الاطراف، لانه بالاخر هذه الاطراف عم تفاوض الاسرائيليين وجها لوجه، عم تقعد مع الامريكيين، حتى ببعض الاوقات يعني عم يكون في اتهامات لها انه هي حتى مشاركة بما يسمى المؤامرة على النظام السوري.
على النظام السوري. أول شيء محمود عباس ما عم يتأمر على النظام السوري، راح زاروا للرئيس بشار الأسد بفتكر قبل ما يصير الحرب الأهلية. النظام السوري هو في مشكل بينه وبين شعبه، في بمخيم اليرموك مقاتلين فلسطينيين عم بيقاتلوا ضد النظام السوري، عم بيقاتلوا إلى جانب المعارضة. طيب هودي عايشين بسوريا وعم بيقاتلوا، شو بيعمل محمود عباس؟ ما له مسؤول عنهم، هول عم بيقاتلوا. على كل حال محمود عباس يدعو، اجى لعنا على لبنان ودعا الفصائل الفلسطينية الموجودة والمخيمات بلبنان وضعوا سلاحهم بتصرف الدولة، وضعوا سلاحكم بتصرف الدولة، اوعى حدا يتحرك منكم. وبالفعل لحد اليوم هن كانوا منضبطين اذا بدك لما صار عندهم هيدي السلطه الفلسطينيه في رام الله. هلا في بعض الفصائل عم بتقاتل الى جانب النظام او ضد النظام بسوريا، هيدي منو مسؤول عنها محمود عباس؟ حتى في ناس من حركه حماس يقاتلون ضد النظام. ايه لان النظام بين انه عم بيعمل امبراطوريه ايرانيه، يعني اذا بدك ذات لون مذهبي بالشرق الاوسط. طبعا حماس ما انا من هالتوجه هيدا، لما كانوا عم يدعموها على اساس انه مقاتله العدو الاسرائيلي كانت تتلقى سلاح ومصاري اوكي، بس لما لقيت انه لا في هيمنه تراجعت. لا في هيمنه وفي مشروع بناء امبراطوريه صفويه على حساب الشعوب العربيه اكيد تراجعت. بس ليش حماس يعني يحق لها القتال في سوريا او بعض المنضمين لحماس وحزب الله لا يحق له؟ أول شيء حماس منا منظمة مرتبطة بدولة ما، محمود عباس ما نعطيها غطا، هي لوحدها رايحة عم بتقاتل وقاعد عم بيقول أنا عم بتبرى منها اللي عم بيقاتلوا بسوريا، بينما حزب الله أخذ البلد كله ولبنان كله وراح يقاتل باسمه بسوريا وراهن البلد لا، وعنده وزراء وعنده نواب وعنده مجلس النيابه. هودي بجناح سياسي مش بجناح العسكري. قالك اي جناح عسكري بتصدق هيدي انت؟ اوروبيين قالوا في جناح عند حزب الله، اوروبيين قالوا في جناح عسكري نحن حطيناه على لائحه الارهاب، وفي جناح سياسي ممثله الاتحاد الاوروبي راحت زارتهم وعملتهم زيارات واجتمعت معهم. يمكن لحتى يرحمونا نحن كشعب لبناني اللي عم بيعرفوا ان نحن منا مأيدين لتدخل حزب الله بسوريا، اخذوا هيدي الصيغه يلي هي صيغه الجيش الجمهوري الايرلندي، لان هودي اذا بدك قسم من الشعب الانجليزي، قالوا له الجيش الجمهوري هيدا على لائحه الارهاب، انتم بدنا نحكي معكم لنحل القصه لان قضيه داخليه انجليزيه، بينما هون ما انا قضيه داخليه لا سوريه ولا لبنانيه، قضيه انه مكون لبناني اخذ ناس يقاتلوا الى جانب نظام يقتل شعبه سواء كان بالقصير وحلب وحمص وما بعرف وين، وهيدي قضية ما لا تخضع إذا بدك لسيادة البلد ككل. مشان هيك لحتى يبقوا يحكوا مع الدولة اللبنانية ومع المكونات اللبنانية والسياسيين اللبنانيين والسياسيين بحزب الله، قالوا لهم الجناح العسكري هو إرهابي، بينما بقرارة نفسهم كل الجماعة تبع حزب الله إرهابيين. وكون أكيد ما في واحد اليوم بيحمل يمكن باسبور ذات بيئة معينة إلا ما بيخضع للمراقبة مين ما كان يكون، إن كان بالخليج إن كان بأوروبا إن كان بأمريكا. هلأ هيدي صيغة لقوها هيك ليضلوا يحكوا معهم تنحل المشكل ويحكوا مع اللبنانيين حتى يحلوا المشكل، إنما بالأساس وقت اللي بيوجهوا هالاتهام موجهينه للحزب كليا. طيب اليوم حزب الله يقاتل في سوريا وانتم عندكم مآخذ على هذا التدخل طبعا، ولكن اليوم اذا هيك بدك تجي تعمل جرده لتاثير هذا القتال على الوضع اللبناني، شو اثر يعني؟ شو غير قبل ما كان حزب الله يقاتل في سوريا وهلا؟ ما الوضع بعده هو ذاته؟ الوضع اللبناني بعده هو ذاته؟ لا ما هو ذاته. التوتر السياسي قائم، التشنج المذهبي قائم، الخوف مثل ما بتقولوا انتم من سلاح حزب الله بعده قائم قبل ما يروح على سوريا وبعد ما راح على سوريا، هي شو تغير؟ انا لك شو تغير استاذ بسام. اول شيء طيله الحرب الاهليه بعلبك ما انقصفت ولا مرة، والنبي شيت ما انقصفت، والهرمل ما انقصفت، بينما لما فات حزب الله على سوريا انقصفت بعلبك والهرمل والنبي شيت والضيع كلها هيدي صارت تشهد الحرب يلي ما كانت بحياتها بعيدة عنا. ثانيا صارت قوافله لحزب الله تتعرض لمتفجرات على الطرقات. ثالثا فاتوا عليهم على الضاحية، حطوا متفجرة سيارة متفجرة والله يستر من الأعظم. هذا اللي تغير، اللي تغير انه تدخل حزب الله بسوريا هو اللي استقدم إذا بدك التدخلات عناصر الثورة السورية، ما بعرف مين اللي باعت ومين اللي عم بيعمل هيدا ومين عم بيقصف عبعلبك، استدعى واستقدم تدخل عناصر الثورة السورية في لبنان. نحن كنا بغنى عن كل هالقصص، كل الحرب الأهلية ما كان هود الضيع على القليلة بالمنطقة البقاع والمناطق خارج بيروت كانت
ما هنا عم تحكي عن تداعيات ميدانيه، بس هي التداعيات الميدانيه يمكن ابعدها حزب الله، ابعدها حزب الله اليوم بعدها، بالعكس هو استجنبها. هلا بيقول لك انا راح اعمل حرب استباقيه لحتى امنع النصره تجي على لبنان. ليش النصره؟ شو النصره؟ مين اللي عملها؟ سمعنا بالنصره اول مره مع ابو عدس لما اغتيله الرئيس الشهيد رفيق الحريري. مين اللي عمل؟ اللي عملوها السوريين بالاساس. مين اللي اطلق المسجونين السوريين 46 سجين يمكن تابعين لتكفيريين بسمون، اطلقهم آصف شوكت وقت بلشت الحرب بسوريا؟ ليه اطلقهم؟ لحتى يروحوا يعملوا ويقول نحن عم نحارب هودي التكفيريين، لحتى يعملوا خلايا وهو يبين عم بيحاربهم. لذلك انه هودي ما كانوا عندنا موجودين بلبنان لولا ما حزب الله راح تدخل بسوريا ومثل كانه اعطاهم دعوه عزيمه للعمل في لبنان. هلا عم يشتغلوا بلبنان طبعا، امبارح ببدارية وما بعرف وين ومدري وين، اكيد هيدا بسبب تدخل حزب الله بسوريا، هو عمله يلي عم بيسبب الفوضى بالساحه اللبنانيه. طبعا لان النظام السوري بده هيك، النظام السوري بده الساحه اللبنانيه متفجره من يوم من قبل ما يروح من هون. كلياتنا بنعرف وين حط المتفجرات بكاسليك وبالدكويني و و و، كانه عم بيعمل دعوه للشباب المسيحي يرجعوا على السوديكو ورجعوا على مرم خيل. طبعا ما زبطت معه وصار يعمل الاحداث الثانيه وهكذا دواليك، لحتى صارت القصص لاحقا انه صارتهم عكار انه هي بؤره التكفير، مع انه عكار 40 سنه ما صار فيها ضربه كف. اكثر منطقه امنه ونموذجيه بلبنان هي عكار، بس في مقاتلين من عكار يقاتلون مع مثلا جند الشام بقلعة الحصن. اه هودي افراد. هل المستقبل قال انا والله باعت ناس لهونيك لحتى يحاربوا؟ هل وطبعا في ناس جايين من فرنسا عم بيقاتلوا، في ناس جايين من امريكا مسلمين تكفيريين عم بيقاتلوا، هل بيكون امريكا هي مشتركه بالحرب ولا بيكونوا هودي افراد رايحين يقاتلوا ويمكن يموتوا وفي ناس ماتوا؟ بس بالاخر كلها مشاركه بالحرب، يعني شو كان هذا الوجه؟ في فرق، مشاركه بالحرب، في فرق بين كنت عم تشتري سلاح عم تشارك بالحرب، كنت عم تدفع مصاري عم تشارك بالحرب، كنت عم تقاتل بشكل فردي او بشكل جماعي عم تشارك بالحرب. اه لا في فرق بين اذا واحد لبناني راح قاتل بكشمير لصالح ما بعرف مين وضد الهنود، منقول الدولة اللبنانية بعتته بتتحمل مسؤولية؟ لا. إذا واحد فرد راح نفس الشيء كمان، لا الدولة اللبنانية ما بتتحمل مسؤولية. لا لا لا، إذا واحد راح فرد قاتل كمرتزقة يستفل هو حر، أنا ما شو إلي عليه؟ ما بعرفه بالأساس، ما بعرف إنه راح يقاتل. بس إنما وقت اللي بيكون مكون لبناني عنده كذا نائب وكذا وزير بوزارة بالدولة اللبنانية وحامل عسكر يلي هو منظم ومأوطر وكدري وراح يقاتل بسوريا مع نظام، هيدا شيء، هيدا غير وضع. هيدا لا، هيدا بيكون في مكون لبناني هو مسؤول عنه يلي بيعته يقتل ويموت هونيك ويقتل ناس سوريين بدون سبب. بينما واحد والله واحد من ضيعتي راح يقاتل ما بعرف وين يجاهد مدري وين، انا شو إلي عليه؟ لا بعرف ولاني مسؤول عنه كدوله بالاساس، معروف عالميا هي يعني. بس في واقع يعني بيحكي عنه حزب الله انه هو هذا الواقع هو الذي فرض عليه القتال في سوريا. يعني اذا بدك تبلش بالسياسي مثلا بيقول انه سوريا تتعرض لمؤامره اسرائيليه امريكيه وهي الخط الواصل بين ايران والمقاومه في لبنان ويجب الحفاظ عليها. هذا واحد. اثنين، فاذا هو يعني عم يبني الامبراطوريه الايرانيه. اوكي، لا هو عم بيقول حافظ على هذا المحور. لا بس هو عم بيقول انا كمقاومه بدي امن ظهري. امن ظهره بالاساس له حق يكون مقاوم، هو يقول انا مقاومه. ليش وين في باي بلد بالعالم في مكون سياسي بيحمل سلاح كمقاومة احتياط ممكن بعد 200 سنة أو 100 سنة يمكن دولة تانية تعادل؟ إذا كان بلد مهدد ما بيكون في ناس حامل سلاح. مش هو اللي بيحدد التهديد يا أخي، مش هو اللي بيحدد التهديد. إسرائيل، إسرائيل دولة دائم؟ إسرائيل دولة عدوة، في هدنة بيننا وبينها، يا منحترمها يا ما منحترمها. بينما عدو دائم. ليش السوري ما عامل مقاومة وعم بيحرر ويقول بدي حرر الجولان؟ وبعدين اقتنع هلا الرئيس بشار الأسد قال من فترة أنه لازم نكون دولة مقاومة. إيه شو ناطر بعد 40 سنة؟ شو ناطر؟ أولا، ثانيا من 2000 لليوم كمقاومة شو عملوا؟ ماشي تصدوا للعدوان بال 2006. لك مثلا عدوان، ما نحن رحنا عزمناه للعدوان، نحن قطعنا الخط الأخضر ورحنا قتلنا عسكر إسرائيلي وجبنا ما بعرف شو، نحن اللي دعيناه دعوة، عملنا له دعوة للعدوان لحتى إجا عمل العدوان. ما نحن لولا ما هن إذا بدك خالفوا السيادة اللبنانية وراحوا عم فاتحين حسابهم لصالح إيران والنظام السوري، ما كان العدو الإسرائيلي قطع، ما له مصلحة. قبل كل شيء، بس أنا بعرف ب 22 سنة احتلال إسرائيلي لجنوب لبنان، هل الإسرائيلي عمر ضيعة أو عمر بيت واحد وقال أنا بدي ضل هون؟ لا.
بينما لما راح شو يعني اذا ما بده يعمل مستوطنات يعني ما بصير معناتها ما له اطماع معناتها ما له اطماع بهاي الارض كان على اساس انه الفلسطينيه هن اللي خربطوا له الساحه صار بده يدافع عن حاله بعيد عن الحدود هذا كل اللي صار بينما بالجولان من لما احتل الجولان دغري بلشت المستوطنات وضم الجولان الى الارض يمكن لانه ما صار مقاومه بالجولان مشان هيك عمل مستوطنات لو بلبنان ما يصير مقاومه كان عمل مستوطنات لا 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 هيدا غير شيء طرد السكان و بينما بجنوب لبنان ما صار طرد للسكان ابدا بين من 78 لل 2000 اجى على الضفه الغربيه كمان احتل ليه لانه بده يحتل ويضم بسيناء نفس الشيء يمكن زرع مستوطنات وبغزه بينما بجنوب لبنان ما ضم ما عمر بيت واحد ليه؟ لأن في قرار دولي هو اللي بيحمي لبنان بيقول له أنت هاي الأرض ممنوع تضم أي شقفة لها إن كان مياه وإن كان أرض وإن كان وإن كان بقى الدفاع عن لبنان ما بيصير ما بيبلش بالعسكر بينتهي بالعسكر هون مع الأسف الإخوان بحزب الله بدهم يعتبروا أنه بيبلش بالعسكر وكأنه هاي الدولة اللبنانية ما أنا موجودة خلقت يوم اللي هني خلقوا بسنة 1982 يخي ما كان في دولة وتدافع عن حالها وكان ممنوع يعبر الحدود الإسرائيلي ليش عم بس أنتوا صرتوا صار في إذا بدك شي كيان اسمه لبنان طيب. رح نتابع هذا الملف وغيره من الملفات بعد ما نتوقف أول مرة مع الإعلان وأنا أعود لمتابعة ناركم سعيد من الـ LBC مع العميد الركن وهبي أطيشة كنا عم نحكي بمسألة حزب الله المسألة الأولى حكينا بالمسألة السياسية المسألة الثانية عم بقول الحزب أنا كمان في عندي تهديد مباشر لبعض القرى أي قرى؟ قرى شيعية بداخل سوريا وفيها لبنانيين وقرى شيعية على الحدود مع لبنان وفي تهديد كمان للمقامات الروحية داخل سوريا أخي هذا منا الدولة السورية مسؤولة عنه الدولة السورية مش قادرة كيف مش قادرة؟ مش قادرة جيش عم بيقاتل على عدة جبهات بيعترف أنه مش قادرة ولا بيقول هذا النظام ثابت وأكيد؟ أول شيء مما قام السيدة زينب ما حدا هدده على مدى 1400 سنة موجود بالشام من سنة 690 بس حاليا مهدد لا مين قال مهدد هو قال أنه اليوم مهدد. نزل قصف عليه لأنه هو تدخل بسوريا ما بقول لك تدخل بسوريا هو اللي استجلب التدخل ضد يمكن مقام السيدة زينب لأنه هو حرسه كمان وضد بعض القرى اللبنانية بعلبك الهرمي النبشيت وكل هالقرى هو تدخل لحتى هني هلأ عم بيستهدفوه بالأساس أنه أنت لوين رايح لجوه أول شيء أنه أنت راح تقتل لي ولادي وعائلتي وأهلي بالقصير وبحلب طيب أنا وين بدي رد عليك محل ما أنت عندك نقاط ضعف نقاط الضعف وين هالضيعة الأمنية اللي على الحدود الضيعة الشيعية مقام السيدة زينب أكيد لأنك أنت حرسه والضاحية يمكن لأنك أنت موجود ببيئة حاضنة للحزب وإلا لولا هيك ما كان تدخل لا كل هالتدخلات تبع الثورة السورية ضد حزب الله هي ردا على اعتداءات حزب الله وقال له هن جماعة ملهيين بالنظام وكيف بدهم يسقطوا والله يساعدهم وكل يوم بيروح منهم يمكن بكمين وبيقتل وبقلعة الحصن وبكتير مناطق بسوريا انه السوار هدفهم النظام ما هدفهم كان حزب الله ليه لان حزب الله ما بيشكل خطر عليهم لما صار يشكل خطر عليهم صاروا اعتبروه حليف للنظام صاروا يستهدفوه وين بنقاط ضعفه مثل ما قلت لك بهاي الضيعة اللي موجودين فيها حزب الله بتشكل له بيئة حاضنة الشعب الإنسان الشيعي اللي موجود جوا هو النظام يستفيد يمكن يكون مؤيد للنظام يمكن يكون ضد النظام هو حر هو مواطن سوري فإذا هو بنبني إمبراطوريته على أساس مذهبي من إيران للعراق لسوريا للبنان وقال له ليش لا يفكر هيك بس السيد حسن بيقول أنا عم دافع عن السني قبل الشيعي وعن المسيحي باللي عم بيقوم فيه بسوريا كيف مواجهة هؤلاء تكفيريين وجبهة شو دخلوا بالتكفيريين هو هني والنظام هني والنظام شو دخلوا هل هو راي على القصير شو دخلوا بالقصير القصير أغلبيتها كلها سنة لوين رايح هو ومين قال له أنه كلهم تكفيريين 40,000 مواطن سوري بالقصير يا حضرة العميد ما أنتم بمحل من المحلات كنتوا تعتبروا أنه هذا النظام السوري القائم حاليا يشكل تهديد على لبنان طبعا وكان بلبنان وقوانطوه في لبنان إيه؟ ولا يزال طبعا طيب. ألا يحق لحزب الله أنه يعتبر كمان أنه النظام يلي ممكن يجي مكان هذا النظام يشكل تهديد للبنان ويشكل تهديد لوجوده فإذا هو ولذلك يقاتل فإذا هو كان مع التهديد لما كان النظام السوري بلبنان هو كان معه وكان لما هددنا هو كان معه فإذا وبعدين إذا صارت قضية سورية بامتياز طيب هو شو دخله
ما بالاساس يا انه في حدود لهالدول ومعترفه فيها الامم المتحده يا انه ما في حدود. اذا هو ما انه معترف بالامم المتحده وما معترف بحدود الدول، اوكي معه حق، معه حق، بس بده يقول انا ماني لبناني، انا انتمي الى الطائفه الشيعيه اللي تنشد بناء امبراطوريه بتبلش بطهران وبتنتهي بالاوزاعي، يقول هيك. بس انك تصادر القرار اللبناني وتقول انا لبناني وعم بعمل لمصلحه لبنان وضد العدو الاسرائيلي وضد العدو ما بعرف مين ورايح بتتقوقع بنظام سوري مهدد من قبل شعبه، يعني عم تعمل الشيء ونقيضه. بدك تنقي انت كحزب الله، بدك تنقي يا انك لبناني وتخضع للسلطه اللبنانيه ولسياده الدوله اللبنانيه، يا انك انت خاضع لهالامبراطوريه اللي واصله من هون لايران. طيب التداعيات السياسيه لتدخل حزب الله في سوريا، هل هي اللي عم نشوفها اليوم؟ هل هي اللي معرقله كل ما يجب أن يحصل على الساحة الداخلية، إن كان انتخابات إن كان تشكيل حكومة؟ طبعا ما بتشوفوا أنه عم تحملوا لحزب الله مسؤولية أكثر من أنه مما يقوم به؟ لا ما نحن بالأساس حزب الله مصادر القرار الدولي، قرار الدولة اللبنانية. اليوم الدولة اللبنانية إذا أخذت قرار بإقفال الحدود، شو بيجي حزب الله بيهاجم الجيش؟ يا أستاذ بسام، بالأساس صادرت القرار اللبناني، عملت انقلاب، حزب الله عمل انقلاب على الطريقة اللبنانية. كان في حكومة اسمها مع الرئيس الحريري بتضم كل المكونات اللبنانية، اجى هو بنهار ما بالقمصان السود سقط لهالدولة، عظيم، وعمل دولة على شكلته، جاب حكومة الرئيس مئاتي، يلي فيها التيار الوطني الحر وهو والرئيس بري، وما قدرت تحكم. ما قدرت تحكم؟ لا، مين منعها؟ نحن عارضناها ديمقراطيا، ما قدرت تحكم لأنها اجت مولود خارج عن الطبيعة. واستقال الرئيس مئاتي ليش استقال الرئيس مئاتي؟ لأنه أفلسوا، يعني الاقتصاد كان 8% نمو وصل لل1%، الأمن شفنا كيف تفلت وين من كان، وهن اللي عم بيفلتوا إذا بدك، الحدود فالتة كلها. لذلك استقال الرئيس مئاتي بطلب من حزب الله طبعا. ليه؟ لأنه حزب الله بده يغطي تدخله بسوريا بدون ما يكون في دولة هان تحاسبه. إذا بده يغطي تدخله بسوريا ما بده حكومة؟ لا، يعني إذا كان بقلب حكومة عم يتدخل في سوريا أفضل له. طبعا، بس هالحكومة اللي هي صنيعته ما بقى فيها تغطيه، ولأنه صارت مهاجمة من قبل الدولة اللبنانية، من قبل الوزراء بلبنان، من قبل النواب بلبنان، من قبل الشعب اللبناني ككل، أنه أنتوا عم بتغطوا عمل حزب الله بسوريا. لذلك هو فضل العمل أنه بدون حكومة ومحسوب عليه، أنه هو صارت بده فلتين بلبنان لحتى يقدر يمارس بسوريا بدون حسيب ولا رقيب. وأكبر دليل اليوم ما في لا حسيب ولا رقيب، في معتر هالجيش بيحملوه كتير مسؤوليات، بس إنما هني كليتهم مستقيلين من المسؤولية كسياسيين، يعني كحكومة لبنانية. لذلك كانت أنه إيه، لذلك لما استقال الرئيس مئاتي ما اعترض الرئيس الأمين العام. والله اليوم ما بده حكومة مبدئيا، اكيد ما بده حكومة. ايه ليش ما بده حكومة؟ يا بده حكومة مثل ما بده يا انه ما بده حكومة. واكبر دليل حكموا هن كطرف لما جينا نحن قلنا لهم يا خيي سقط استقال الرئيس مئاتي، انه لا نحن ولا انتم يا خيي، خلي حكومة محايدة. لا، ما بدهم، بدهم هن يضلوا بالحكومة ويعطلوها. ويعطلوها ليه؟ لان بدهم اما بتمشي مثل ما بدهم هاي الحكومة، اما هن بدهم يعطلوا لها قراراتها. ما بيقدروا يعطلوا لها قراراتها بقى كل يوم بقمصان سود، بيعطلوا لها قراراتها بالوزراء اللي عندهم. بس انتم ما اعطيتوا تطمينات لحزب الله رح تيجي يقول تطمينات. شو تطمينات؟ بدنا نحن تطمينات منه على وضعه، على وضعه السياسي. نحن بدنا تطمينات منه. يعني جنرال اليوم انتم عم تيجوا بتقولوا انه حزب الله مصادر البلد ومصادر السلطه، عم تيجوا بتقولوا انه حزب الله ينفذ السياسه الايرانيه في لبنان، عم تيجوا بتقولوا نحن ما بنقعد مع حزب الله لا على طاوله حوار ولا بحكومه. حتى بالاخر وصل الامر عم تجوا بتقولوا انه حزب الله هو المسؤول عن اطلاق الصواريخ على محيط قصر بعبده وعلى غير محيط قصر بعبده. طب عندما يرى هذا الحزب كل هذه الاتهامات تكال له، ليش بيتصرف؟ كيف اتهامات؟ ما هي ثابته. كيف ثابته؟ اول شيء ثابته التحقيق اثبت انه حزب الله اطلق الصواريخ. يا بسام، انا بدي احكي كعسكري، نحن ما بنطلق اذا بدك الاتهام اللي قلته انا حزب الله، انا شخصيا حضرتك. يمكن حتى الدكتور جعجع قال انه لبنانيين، بس ما قال حزب الله، بس اكيد كان عم بيدل عليهم. يعني لا اقول لك ليش، لان دكتور جعجع بعقله هيك انه ما بيتهم شيء الا ما يكون ثابت بال100%، ويمكن لازم يكون هو واقف حد الصواريخ ليشوفهم ليقول هودي. بس انا بدي اعطيك تحليل عسكري. شو عرفوا انه لبنانيين؟ بركي سوريين، بركي فلسطينيين. لا اقول لك ليش، لان مين حامل صواريخ بالاساس؟ انا بدي اعطيك الراي تبعي كعسكري. تفضل. نحن
من حل العسكري مظبوط صح. هاو الصواريخ انطلقوا على قصر الجمهوري. مين عنده صواريخ بلبنان؟ يا حزب الله يا يمكن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين او حدا تاني. القيادة العامة. القيادة العامة مظبوط ولا لا؟ في حدا غيره عنده؟ يمكن غيره شو بعرفنا. طيب لا المين؟ بركي 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 في مجموعات سلفية رابطة يعني الشغيلة يعني؟ لا بس وقت كانت تطلق صواريخ من جنوب لبنان على اسرائيل تبين انه وراها مثلا كتائب زياد الجراح يلي هي تابعة لتنظيم القاعدة. طيب انت صدقتها؟ هلا هلا فيك تقول في قول الاعلام اللي بده اياه. ما عم بلوم الاعلام. شو بيجي اخبار الناس بيقولوا القي القبض عليهم كمان أو يمكن ايه بس مين مشغلون؟ ما حدا قال. اولا مين انا بدي كفي بالتحليل تبعي؟ مين عنده صواريخ؟ حزب الله والجبهه الشعبيه. حزب الله بيقول انا عندي 50,000 صاروخ من مختلف العيارات، وهالعيارات يلي اجت من صوب خلدي على القصر الجمهوري موجوده عند حزب الله. هلا ما بعرف اذا موجوده عند الجبهه الشعبيه، هذا اولا. ثانيا مين عنده الرجمات لحتى تطلق هالصواريخ؟ في حزب الله وفي الجبهة الشعبية بس مش على آليات. هلأ تبين انه اللي انطلقوا من عرمون او من هذيك المنطقة منهم موجودين على رجم على اذا بدك رجمات خشبية بتتركب، لا كانوا على آليات. قالوا انه على آليات. مين اللي عنده حرية الحركة بدون ما حدا يحاسبه بهالآليات اذا كان مغطى هيدي الرجمة بشادر صغير؟ شو بيعرفوا يعني كل ما مرق بيك اب الجيش بده يوقفه ويقول له شو معك؟ ما حدا بيتجرأ اذا ما كان عنده حرية الحركة هو مطمن باله انه بيقدر يمرق، ما حدا بيتجرأ يعمل. اذا بتجمع كل هالعوامل بتلاقي انه ما حدا بيقدر، عنده صواريخ وعنده راجمات وعنده آليات بتتنقل بدون ما حدا يقدر يقول له أنت من وين؟ إلا الحزب. طيب أنا وين بدي أفكر؟ بروح على رابطة الشغيلة ولا على جمعية مار منصور أو ما بعرف مين؟ بدي روح أكيد على هذا الحزب يلي هو بيتمتع بكل هالحرية الحركة واقتناء الصواريخ وخزنة و و و و هلا طبعا بتقلي انا بتقول حزب الله، بقول لك ايه 90% حزب الله. هلا الدكتور جعجع بيقول اللبنانيين، لان الدكتور جعجع اذا ما شاف الصاروخ ما بيحكي الا الحقيقه يعني. هذا اتهام سياسي بالنسبه لإلي، بالنسبه لإلي انا كشخص. لا انا بتهمه اكثر من سياسي. لا شو مصلحته حزب الله ليش بده يطلق صواريخ يعني؟ لان ما طلع، لان لما فخامه الرئيس حكي بالسياده وقال لهم ممنوع ازدواجيه السلاح صحيح. وممنوع تروحوا تقاتلوا بسوريا، اكيد بدهم يردوا عليه بشو؟ بيردوا عليه بالسياسه. بيطلع محمد رعد بيعمل المقال وكذا وكذا، بيردوا عليه بالسياسه. لا رد بالسياسي مرة لما قال فخامة الرئيس بدنا نحكي باستراتيجية دفاعية من سنة وأربعة أشهر، بعد أربعة خمسة أيام طلع النائب محمد رعد قال له لا نحن بدنا نحكي باستراتيجية الهجومية، استراتيجية التحرير، التحرير والاستراتيجية الهجومية، يعني بدل ما نقعد على حدود بدنا نحكي لنشوف شو كيف بدنا نحرر القدس. بس إذا بدنا نيجي هيك نعمل يعني بال 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 بالمنطق إنه شو هي الاستفادة حزب الله من إطلاق الصواريخ باتجاه القصر الجمهوري؟ تحذير يعني. تحذير شو بدون رئيس الجمهوري بيغير موقف؟ أنا برأيي لولا ما وصلوا لمكان إذا بدك مزروكين حزب الله ما بيطلقوا هالصواريخ. أول شيء شافوا إنه أغلب الشعب اللبناني ضدهم بهالتوجهات السياسية وتدخلهم بسوريا، هيك بيوقف معهم الشعب اللبناني إذا عملوه؟ لا لا كفي لك. بعدين لقوا إنه المزاج الشعبي الشيعي عم بيتآكل من حواليهم، ما عم بقول ما عندهم أكترية بس عم يتآكل إنه إيه يا خي نحن لا بدنا نبعث أولادنا يموتوا بسوريا وعلى شو؟ ونكسب عداوة الشعب السوري من هلا لمئات السنين ليه؟ بأي سبب؟ ثالثا لقى أنه هالتأكل والشعب اللبناني كله ضده وما بعرف شو. طبعا كان خطابه للسيد حسن نموذجي بالشيعية السياسية والمذهبية السياسية نهار الجمعة الماضي، وقت بده يعمل هيك خطاب مذهبي لهالدرجة بده يرفع الوتيرة ويعمل عصب عند الطائفة الشيعية سواء كان بخطابه الشيعي أو ب توجيه تحذير عسكري إلى رئيس الجمهورية. طبعا توجيه تحذير عسكري ما قال أنا طلقت الصواريخ، بس طبعا رئيس الجمهورية بيعرف يعني. يعني حزب الله وصف ببيانه أنه محاولة ربط إطلاق الصواريخ بكلام رئيس الجمهورية أنه هيدي محاولات دنيئة يعني دينا. هلا مش المهم دين. هلا لك لما كانوا أيام منظمة التحرير لما كانت بلبنان كانت تعمل السبعة ودمتها وتقول عناصر غير منضبطة، هلا العناصر غير المنضبطة من دينا ومنقوله. طيب إلا مين إذا بيعرف؟ شو بيعرفوا؟ الدولة تروح تحقق. بلش خلى دولة هو؟ لا بس يخلي دولة من شو؟
وسام الحسن ومحمود الحايك وما بعرف شو، محاولة اغتيال فلان وعائلتين، والأربعة المتهمين باغتيال الرئيس الحريري. طيب هودي كليته الدولة، فإذا بده الدولة يسلم محمود الحايك، إذا بده الدولة يسلم الأربعة المتهمين للمحكمة الدولية، إذا بده الدولة يرفع ايده يرجع يقول انا بدي اسلم سلاحي للدولة اللبنانية وحط حالي تصرف الدولة اللبنانية مثل بقية المكونات اللبنانية. بس بعد ما عرفت انا شو الاستفادة اذا كان حزب الله واطلق الصواريخ باتجاه القصر الجمهوري؟ بدك تسلم. يعني وين استفادته السياسية؟ وين استفادته الشعبية؟ انه ما تعلي النبرة الشعبية، يمكن مش بحاجة، هو بيعمل لها عصب بالخطاب، بس مو تحذير للرئيس انه ما تعلي النبرة من شين بعدين، لان موقف الرئيس انتبه، موقف الرئيس بصرف النظر هلا الرئيس رئيس الجمهوري ما بيقدر يحرك الشارع، يمكن الدكتور جعجع او عماد عون او 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 الرئيس سعد الحريري بيحركوا الشارع اكثر من الرئيس الجمهوري. مزبوط، هلا احنا ما عم نحرك شوارع وما بدنا نحارب شوارع ببعضها، لان مصلحة اللبنانيه ما يصير في حرب شوارع. بس ما تنسى انه اليوم اقوى شخص بالجمهوريه اللبنانيه هو رئيس الجمهوريه. هلا بدك تقول لي ليش وكيف؟ لانه هو عنده الموقف، عنده الألم، عنده اللي بيتوجه للأمم المتحدة، لكل الدول العالم، للدول العربية. هذا شغل مهم كثير، انتبه. اللي بيفكر حاله أنه هو من رئيس جمهورية كان معه عسكر أو غير عسكر أو معه سياسيين أو نواب أو وزراء بيكون غلطان. أقوى شخص بالجمهورية اللبنانية شئنا ما بينا هو رئيس الجمهورية. لذلك كان التحذير بالصواريخ للرئيس، لفخامة الرئيس، إيه حتى ما يعلي السقف. يمكن مرة الجاي ما بعرف شو يطلب، شو بيطلبوا على الأمم المتحدة، بيقول لهم إنه أنا عندي ميليشيا بلد مسيطرة على البلد. يمكن يوصل فخامة الرئيس يقول أنا بدي أعمل حكومة حيادية وتوضع حد لكل التصرفات بلبنان. يمكن، شو بعرف. هلا هذه بتتعلق بفخامة الرئيس، لذلك هني بعتوا هالتحذير، تحذير عسكري طبيعي. بقى ما حدا يستهون انه والله فخامة الرئيس شو في يعمل وشو في يحرك وشو في بحرك كل الدنيا فخامة الرئيس. يعني كل مسألة الصواريخ بتتهم فيها حزب الله، من قصة الضاحية لقصة بلونة لقصة ايه اكيد اكيد، لان ما حدا ما حدا قادر هو كمان بده يطلق صواريخ على الضاحية. لا وين على الضاحية؟ ما طلق صواريخ على الضاحية، ليش كيف نزلوا بالشياح؟ هودي ما كانوا، بدك تشوف نقطة الانطلاق، اذا بتجيب خريطة بسام بتشوف نقطة الانطلاق وين سقطوا، بتلاقي بالمحور الاساسي تبع قصر الرئاسي. هلا طول ونتفي يمكن هلا حزب الله خبرتهم العسكريه انتبه الخبره تخطئ. انتبه الخبره العسكريه لما كانوا على يمكن رجمي على ايليه اجوا بحرم القصر بعيد 40 متر عن حدود القصر. صحيح عظيم، بس لما بدك تحطهم على منصه خشب وما بعرف وتلقلق وما بعرف، نحن عسكريين وبنعرف هيدي قضايا ما بتجي كتير دقيقه بالاساس، الراجمي منا دقيقه كتير، وثانيا بس تحطها على منصه خشبيه وبتلقلق ومنا ثابته، ويلي بده يطلقها ويهرب اكيد محور القصر الجمهوري. بس كانوا ابعد نتفه اجوا على الحدود بين الشياح وبين تقريبا منطقة الأمريكان، نحن بنعرفها انه اسمها الأمريكان هونيك منطقة الشياح. في فرق بين ما تكون على منصة خشبية ولا على على رجمي على عربية وعندها ثبات أكثر. يعني أنتم بتحملوا حزب الله مسؤولية تدهور كل هذا الوضع اللبناني؟ ايه طبيعي، لقلك ليه. طب وانتم شو مسؤولية بالأساس ليش الوضع اللبناني متدهور؟ لأن في مكون لبناني يحمل السلاح يمنع قيام الدولة، هاي الأساس بالأساس. قال إذا اللبنانيين بيفكروا بدهم يعملوا اقتصاد وازدهار وأمن وسياسي واستقرار غلطانين، طالما في واحد حامل سلاح بيكونوا غلطانين. هاي المكون اللي حامل سلاح ما بقيته لسنة 2010 تحطه بالبيانات الوزارية جيش وشعب ومطولة وبقيته لسنة 2010 حتى بعد حرب تموز وحتى بعد 7 أيار بقيته مسلمين بهذا الموضوع. لا نحن بالقوات لا كنا كل البيانات الوزارية اللي فيها شعب وجيش ومقاومة كنا نتحفظ. إيه لأن هيدا مخلوق عجيب غريب بالبيانات الوزارية بلبنان وبالعالم، بس تشاركوا بالحكومة كنتوا. طبعا شو لك من مستقيل تطور يعني أكيد بدنا نتشارك بالحكومة ونقول لهم هيدا الخطأ خطأ والصح صح. إيه طبعا كان غلط وبعده غلط وسيبقى خطا، واوعى لبناني يفكر انه بمستقبل لهالدوله وبلبنان طالما في هذا المكون يحمل السلاح، اوعى عن جد بنكون عم نغش كل هالاجيال اللي جايه ورانا اذا بنقول هذا الوضع طبيعي في مكون يحمل سلاح. خد دول العالم كلها وكلها عندها اذا بدك مشاكل مع الدول الثانيه، لا الهند والباكستان عندهم كشمير
متنازع عليها. أصعب من فلسطين وأصعب من قضية فلسطين، بس ولا واحد منهم قال أنا بدي أعمل مكون يحمل سلاح في حال إذا أجا الهند أو في حال إذا فاتت باكستان، ولا واحد. ليه نحن بدهم يعملون من هالدولة دولة معجوبة؟ نعم. بكشمير في تنظيمات، في موجودة بقلب كشمير بالأرض المحتلة. إعان بالأرض المحتلة يصير. هلأ إذا في منظمات فلسطينية بأمرة محمود عباس أو غير محمود عباس عم بتشتغل، نحن ما نضدها، يمكن ندعمها، بس إنما بالهند أو بالباكستان ينعمل حزب وفي سلاح وبيقول أنا بدي حرر كشمير إن كان من هون ولا من هون، هيدا أمر مستحيل تلاقيه بأي بلد بالعالم إلا بهالبلد. بس جنرال، كان في دولة وبعد هالدولة لليوم مسلمي بوجود سلاح حزب الله. يعني هلأ بدأ رئيس الجمهورية يحكي، بس ولكن كل مكونات الدولة كانت مسلمة بهذا السلاح. يعني اليوم 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 كان في رؤساء جمهورية مع هذا السلاح، رؤساء حكومات مع هذا السلاح، حتى المؤسسات الأمنية بالدولة اللبنانية ولا مرة اعترضت على هذا السلاح. لما كان السوري هون أوكي مزبوط، لأن كان السوري بعد ما فل السوري إجوا قالوا بدنا نحكي بهالقضايا ومنها السلاح، مزبوط ولا لا؟ والرئيس بري الله يطول بعمره هو بأول 2006 قالوا تعالى نحكي بالقضايا العالقة، اللاجئين والسلاح وكم بند تاني. طيب عال جينا لنحكي بالسلاح، معناتها أنه السلاح منه قانوني ومنه شرعي. طيب جينا لنحكي بالسلاح، قلنا 7 سنين بنحكي بالسلاح، شو عملنا؟ ماشي، طلع إعلان بعبدة. ليه؟ إعلان بعبدة ليه؟ مش خطوة جيدة؟ عظيم، خطوة جيدة، بس شو عملوا؟ تاني يوم راحوا ناقضوا بقى انه 7 سنين اذا بدك حوار وحد وموضوع السلاح، وما كنا نحكي ولا كنا نقدر نوصل لحل هالسلاح. طلع قال لما قال رئيس الجمهورية بدنا نحكي بالاستراتيجية الدفاعية ناقضوها استراتيجية تحريرية، لما طلع بيان بعبدة تاني يوم رفضوه، معناتها انه ايوب واحد، اي طلعوا ايوب واحد وايوب اثنين كمان وما بعرف شو طيارات وما طيارات ويا لطيف، انه معقول انه اللي عم بيعملوه وتقول بعدك اني انا بدي حاورهم حول السلاح، جماعة لا مؤمنين بالسلاح، لا مؤمنين بلبنان ولا بالجيش ولا بالسيادة، هاو مؤمنين كل هالتضحيات اللي عملوها كرمال لبنان بيطلعوا مش يا اخي، مش الوحيدين اللي ضحوا من شان لبنان. طيب هني وغيرهم، هني وغيرهم ايه ضحوا حرروا عظيم وراحوا وخلصنا، انسحب العدو من جنوب لبنان. لشو بعد بدك تحمل السلاح؟ غيرك ضحى وانسحب النظام السوري من لبنان. طيب انه شو ما حدا حمل السلاح الا بس الضل ضيطوا لحقينه للنظام السوري. شو لحقينه؟ ما في الا الجنرال عون، بس ظهرت سوريا من لبنان قال انه خلص انتهت المشكله هون، ظهرت سوريا من لبنان، بس انتم واصلتوا الهجوم على سوريا. لا ما وصلنا الهجوم على سوريا، لان سوريا بعدها مواصله الهجوم علينا بواسطه عملائها بلبنان، ان كان حزب الله وان كان الجنرال عون. الجنرال عون راح نام بقصر المهاجرين وراح على براد، وشو عمل؟ شو خدم القضية اللبنانية؟ إذا بدك كرس التدخل السوري بلبنان. وأكبر دليل اليوم الجيش حزب الله يلي عم بيقاتل بسوريا جنرال عون مغطى. طيب إذا أنت مش مغطى، يعني حتى موقف العماد عون كان لافت من مسألة الصواريخ اللي أطلقت على قصر بعبدة. شو دخل عم بحكي بالصواريخ؟ عم بحكي لا بالتدخل. حتى بالتدخل قال نحن ضد تدخل حزب الله. شو لا ما قال نحن ضد. قال هودي الجماعة عاملين حرب استباقية حتى هوديك ما يجوا عليهم. عاملين حرب استباقية، برر لهم الحرب الاستباقية لحزب الله بسوريا حتى ما النصرة تجي لعنا، كأن النصرة كانت موجودة عنا بلبنان. بس موقف مسألة الصواريخ كان 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 واضح. تصور يقول يعني انه والله بايد الصواريخ اللي بتجي على القصر الجمهوري، يعني ما قالوا يعني انه طيب شو بيبقى بعد؟ لا بكون تقعدوا مع حزب الله بحكومه، لا بكون تقعدوا معه على طاوله حوار وعم بتطالبوا انه يطلع من سوريا ويسلم سلاحه. كبروا كبروا يعمل هالشغله. اذا ما بدكم تحكوا معه، ما بدنا نحكي معه، ما حكينا معه 7 سنين وحسينا انه نحن مغرر فينا، من شان هيك ما بدنا نحكي معه، لان ما بده، هو ما بده يحكي معنا، مش معنا نحن كقوات، هو ما بده يحكي مع اللبنانيين ككل، هو بده يقعد ليكسب وقت. هذه كل القصه، بده يتدخل بسوريا. طبعا نحن ما بنقبل انه نعمل نحن وياه حكومه وفي عناصر من هالحكومه عم بتدخل بسوريا وهو مغطاها. طيب يعني كان الدوله اللبنانيه كلياتها منزلجه بالحرب بسوريا الى جانب النظام، شو يعني بده ينا نمضي على بياض على المحور نظام سوري ايراني
ونعادي الأمم المتحدة وأوروبا والدول العربية ككل. دجا من هلأ يعني الدول العربية مصنفة حزب الله كمنظمة إرهابية، من هلأ عم بترحل كل العناصر يلي بتأيد حزب الله عن الخليج. إنه شو بنعمل يعني؟ يعني بده يعمل من لبنان هانوي ضد كل هالعالم العربي والعالم الإسلامي والعالم الدولي والأمم المتحدة. هل نحن منروح ومنقعد معه منكون نحن بالفعل عم نفرط، أو بالأحرى أعطيني لبنان ليكون جزيرة إيرانية محافظة إيرانية بالشرق الأوسط؟ ما رح نعملها ولا يمكن. طيب هتوقف ثاني مرة مع الإعلان وبنتابع نهاركم سعيد. ونتابع الجزء الأخير من نهاركم سعيد مع مستشار رئيس حزب القوات اللبنانية العميد الركن وهبي قطيشة. يعني باعتقادك حاليا ما في هناك حكومة، لن تشكل حكومة بهذا الوضع اللي نحن فيه؟ هلا ما في حكومة إلا إذا قرر فخامة الرئيس ودولة الرئيس يعملوا حكومة ليخدوا البلد بريز عمال، ليعملوا له بريز عمال، لأن بالفعل البلد عم ينهار. إذا أنا برأيي لازم فخامة الرئيس ودولة الرئيس ويمكن كل قوى 14 أدار ووليد باك، وخصوصا انه اليوم كانت مواقف لوليد باك في هيك تغير بمواقفه، انه في مش تغير بس في مؤشرات انه البلد رح ينهار، انه رح ينهار يعني رح يتفكك كمان اكثر من انه ينهار. بس ينهار ويتفكك بصفي صعب جمعه. لذلك انا برايي انه اليوم مطلوب منه ومدعوين من قبل الشعب اللبناني، لان اغلبيه الشعب اللبناني تقف الى جانب الرئيس ودوله الرئيس بهالموقف، انه يعملوا حكومه انقاذ لهالبلد بدون سياسيين. وهذا الشيء اللي نحن طرحناه من نيسان، من لما تكلف الرئيس سلام، انه يا اخي يعملوا حكومه لحتى تهتم بهالناس اقتصاديا وماليا، لان البلد رح يجوع. هلا وصلنا لهالمعادله بنظر الرئيس ودوله الرئيس. انا برايي هي وصلنا لها، اذا اقتنعوا انه بان وصلنا لها لازم يعملوا حكومه انقاذ، انا بسميها اكثر ما هي حكومه غير سياسيين. الرئيس تمام سلام اليوم بيقول لصحيفه السفير على ردا على مواقف النائب وليد جنبلاط، بيقول ما ادلى به جنبلاط يسترعي الانتباه من أول الطريق كان لمواقفه الأثر الكبير في خلط الأوراق وإنتاج معادلة سياسية جديدة. برأيك الأمور رايحة مع النائب جنبلاط بهذا الاتجاه؟ أنا بتمنى أنه النائب جنبلاط يروح بهالاتجاه. ليه؟ لأن بالمفاصل الكبرى بتلاقي النائب جنبلاط أنه بيعمل عملية إنقاذية، حتى لما راح مع الفريق الآخر بثمانية أدار عمل عملية إنقاذية، لأن شايف أنه حزب الله والنظام السوري رايحين ليفتكوا بلبنان للآخر. اليوم إذا بده يضل رايح لهونيك وليد باك، معناتها أنه كمان يعني سوري على الكل، من كان هو أو رئيس الجمهورية أو الرئيس المكلف أو الرئيس المكلف، وكأنهم شركاء في المؤامرة بتفكيك لبنان وانهيار لبنان. أنا ما بعتقد هؤلاء الثلاثة موافقين على لا تفكك ولا انهيار لبنان. لذلك عملية الإنقاذ لازم يفوتوا فيها، لأن مثل ما بيقول المثل، الخوف من الحرب أسوأ من الحرب بحد ذاتها، الخوف من الأزمة أسوأ من الأزمة بحد ذاتها. لذلك لازم يعملوا عملية إنقاذ للبلد. وبعتقد من المؤشرات اللي صدرت امبارح عن وليد جنبلاط انه بده يروح بهالاتجاه. هلا مسرع منو مسرع بحاول اقناع حزب الله ما بيحاول، ما بعرف. ما بتخافوا مثلا كمان انه يكون موقف النائب وليد جنبلاط مثل اللي صار بخمسة ايار 2008 وقت دفع الحكومه باتجاه اخذ قرار بشبكه الاتصالات لحزب الله وبقائد جهاز امن المطار، وصارت سبعة ايار ومن ثم اعتبر حاله انه اخطا بالذي قام به. اليوم إذا النائب وليد جنبلاط دفع باتجاه حكومة تكنوقراط أو حكومة حيادية وشكل رئيس الجمهورية والرئيس المكلف هكذا حكومة، من يضمن ردة فعل حزب الله بهذا الموضوع؟ الحزب يحذر من هذا الموضوع. هلأ ما بدي أقارن اليوم بخمسة أيار، خمسة أيار كان حزب الله بده يعملها لأن تشكيلات ضابط لا تستأهل ما قام به حزب الله في سبعة أيار لتسعة أيار وعشرة أيار. اليوم البلد عم بينهار نهائيا، يوم متى ما كان البلد عم بينهار نهائيا، اليوم عم البلد عم بينهار اقتصاديا وبكل المقومات، وحزب الله مشغول بسوريا. اليوم اذا عمل رئيس الجمهوريه ورئيس الحكومه حكومه انقاذ، انا بسميها حكومه انقاذ وطني من غير سياسيين، وردت فعل حزب الله لازم يواجهها رئيس الجمهوريه والدوله اللبنانيه ومعه
أغلبية الشعب اللبناني شو بده يعمل؟ بده يجي يقوس على الجيش والدرك يصبح خارج عن القانون، ساعتها بدها الدولة تواجهه، وإلا نحن شو يعني هلأ شو هلأ نحن عنا دولة وعنا وطن وعنا اقتصاد ما عنا شيء، ساعتها بدها الدولة تواجهه لحزب الله. إيه أكيد، بس سيد حسن بيقول ما في حكومة من دون حزب الله. طيب إذا عملنا حكومة شو بده يعمل؟ يعمل بده إياه يا خيي، ساعتها بيخرج عن القانون، بيخرج عن سيطرة عن, 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 عن القانون المعترف فيه بكل دول العالم، بصفي أنه عم بده يواجهه بالدولة. مش أفضل يبقى الوضع هيك؟ لا مش أفضل إلى 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 يا خيي لك من التأزم والتوتر. يا أستاذ بسام بدي أعطيك مثل تاريخي أنا وكل العالم بيعرفوه، تشامبرلين رئيس وزارة بريطانيا، بريطانيا قبل الحرب العالمية الثانية، كان هربان من هتلر، هربان هربان، بعيد التشبيه أنا ما بدي أشبه يعني، بس عم بعطي مثل تاريخي أنه ما بده يعمل حرب مع ألمانيا، صار يتنازل يتنازل، إجا قال له واحد اسمه تشرشل، قال له يا خيي أنت عم تهرب من من هتلر، بس أنت رح تحصد الهزيمة ورح تحصد الهروب بذات الوقت، وأكبر دليل أنه ضل لحقه لحتى صارت الحرب، وما خلصنا من هتلر إلا لما اجا واحد اسمه تشرشل وقال لا بدي واجه. لذلك المواجهة احيانا بتخلصك، بتكون افضل من انه تضل هربان من القصة. اذا نحن كشعب لبناني وعلى راسنا رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ويمكن السياسيين طبعا 14 اذار وليد جنبلاط، بدنا نضل هربانين من امام حزب الله، معناتها نحن رايحين نحو الاسوأ. المواجهة هي الأفضل. المواجهة أنا ما أقول أنه بكرة نسحب سلاح على حزب الله، لا، بس بدنا نبني دولة، بدنا نعمل دولة. هلأ إذا ما عجبته هالدولة بده يواجهها، هو حر يعني، بتكون المسؤولية عليه هو، وكون أكيد ساعتها بيصير هو بالموقع الأضعف. هل هو بالموقع الأقوى لأنه هو مصادر الدولة وإخذها على محل ما بده، بس يوم تلي الدولة بتقول له ستوب، بتصفي الدولة هي بموقع الأقوى وحزب الله هو بموقع الأضعف. طب وين برأيك يعني المشكلة بالمواجهة الديمقراطية؟ يعني ليش دايما بس ينحكى عن أنه حزب الله سيواجه خطوة سياسية، ينحكى دايما بالسلاح وبالتحرك على الأرض؟ يعني وين المشكلة بالمواجهة الديمقراطية؟ إذا شكلت هذه الحكومة وراحت على مجلس النواب، بتاخذ الثقة ما بتاخذ الثقة؟ نحن عم نقول تحكم من هلا لانتخاب رئيس جمهوري جديد. نحن عم نقول نحن لأن نحن مفكر ديمقراطيا يعني، ونحن لأن ما عندنا سلاح وما بدنا سلاح، ولأن بدنا الدولة وبدنا الجيش وبدنا الدرك وقوى الأمن وكل العالم والأمن العام، عم نقول يا أخي خلعبوا لعبة ديمقراطية مثل ما لعبناها نحن، إنه هلا اليوم الحكومة اللي بتجي هي تحكم ومنروح، لا تخلص هالفترة اللي نحن فيها. أنتوا عم تحاربوا بسوريا خليكن، يعني بيعتبروكم خارجين عن القانون، وأنا بعتبرك خارج عن القانون بالدخولك بسوريا، بس إنه بالداخل اللبناني نلعبها ديمقراطيا، نلعبها على خلي الناس تعيش. بس بركة إجت هالحكومة وهاجمت حزب الله وقالت إنه ما بحق له يتدخل، وبركة إجت هالحكومة قالت إنه أنا مش مع معادلة الجيش والشعب والمقاومة. لازم تقول هيك، أي مقاومة؟ لأن سقطت المقاومة. بس إنه حزب الله كيف تكون ردة فعله على هذا الكلام؟ طيب شو بده يعمل؟ يعمل ردة فعل ديمقراطية، يقول يطلع بالمنار ويطلع بالجرائد الإعلام اللي بيأيدوا ويقول أنتوا صفتكم نعتكم أنتوا عملاء، مثل ما عم بيقول هلا يا أخي. يكفي إذا بدك بهالحملة الإعلامية على الدولة اللبنانية، ويكفي إذا بده. يعني يا لبنان بلد ديمقراطي يا أن ديكتاتوري خاضع لحزب الله. يعني آخر شيء بدنا نوقف. عم بتقول حضرتك رد على كلام رئيس جمهورية بالصواريخ، على هيك بيان وزاري إذا وجه بده يرد عليه بحملة إعلامية؟ يرد بشو بده يرد؟ شو بده يرد؟ يعمل بده إياه، بس بتقل للموقع الأضعف. انتبه، لأن نحن دائما هربانين من حزب الله، عم بتصور حاله أنه هو الفريق الأقوى نحن كدولة لبنانية. بس يوم الدولة اللبنانية بتاخذ على عاتقها انه بدها تعمل دولة لبنانية تجاه كل اللبنانيين بالتعادل والتساوي، كون اكيد هو بينتقل الى الموقع الاضعف، لانه من هو من الدولة اللبنانية. عندهم القدرة رئيس الجمهورية والرئيس المكلف للاقدام على هكذا خطوة؟ انا بتمنى الدستور يعطي له بيعطي. انا لاني موراني ولاني سني، بس انا لو بهالموقع اللي هن فيه، ايه اكيد ما عندي حل بقى الا هيدا الحل. إذا بدي أعمل دولة، وإذا بدي أنقز هالشعب من براسن حزب الله ومصادرته للقرار الاقتصادي والسياسي والأمني واستراتيجي، وأخذوا رابطه بخلافا للثقافة اللبنانية على مدى مئات السنين، أنه هذا البلد جزء من هذا العالم العربي ويتفاعل معه، أخذوا على محور مذهبي ما له علاقة لا بتاريخ لبنان الماضي ولا بمستقبل لبنان، لأن نحن نعيش في منطقة
عربية نتفاعل مع العالم العربي وخاصة بالمحيط العالم العربي الشرق أوسط لجهة الشرق. إذا بدنا نتخلى عن هالموقع معناتها ما قلنا مستقبل بلبنان كلبنانيين. انتبه إذا انسحب مش كمسيحيين فقط. إذا انسحب حزب الله من سوريا بتشاركوا معه ساعتها بحكومة؟ إيه على أساس شو بده يعمل بسلاحه. إيه أكيد يبقى شرط السلاح شرط أساسي. طبعا طيب. طبعا لأن هذا السلاح هو اللي عم يمنع قيام الدولة. أنا بدي دولة. طيب الرئيس سعد الحريري طرح مبادرة قال له للسيد حسن أنه نحن وياكم بدنا نطلع برات الحكومة وبس منروح على طاولة الحوار لحتى نحكي بموضوع السلاح. ما حكينا هاي حكينا بالأساس بس أنتوا قايلين حتى على طاولة السلاح على طاولة الحوار دكتور جعجع قايل أنه مين جرب المجرب كان عقله مخرب. إيه مزبوط. إيه. يعني إيه؟ يعني على الحوار ما بتروح. على الحوار ما منروح لأن نعتبر أنه كل الفرقاء ب 14 أدار وفخامة الرئيس على رأس الدولة بيمثلنا بهالحوار لأن ما بدنا يضل هيدا يضحك علينا. نحن يخيل له 7 سنين بيضحك علينا بما معناه أنه بيكسب وقت وبيضحك علينا وأوكي وأوكي ومنطبش أنه معقول نقعد نحن وياه ونحل المشكلة. هو على أساس أعطينا هالموضوع العسكري العسكريين كل العالم إجوا إلا هو كل العراسة إجوا إلا العريس. طيب لأمتى بده يضل يضحك علينا؟ نحن ما رح نقبل بقى أنه يضحك علينا. بس إذا الحوار مع رئيس الجمهورية ومع قوى 14 أدار أنتج شيء نحن من بيركو بس ما بدنا حدا يضحك علينا يعني. بس كمان محمد رعب بيقول أنه السعودية ما بدها حكومي لحديث هلا. شو بدي بالسعودية أنا؟ كيف شو بدي بالسعودية؟ يسوف بدها حكومي ما بدها تصطفل اللي بدها إيه السعودية وأمريكا وفرنسا. أنا ما إلي علاقة معهم. ليش المملكة العربية السعودية ما بتمون على الرئيس تمام سلام بتقول له إنه هلا ما تشكل حكومة طول بالك؟ لا انتبه لا ما بتمون. أنا أنا ما بدي إياها تمون بالأساس. أنت ما بدك إياها تمون بس بالآخر إيه؟ الرئيس تمام سلام إذا السعوديين يعني طلبوا منه أي أمر رح يقولون لا. طيب إيه بيقول لهم لا بيقول لهم ليش شو المصلحة اللبنانية هو بيحكي باسم المصلحة اللبنانية شو مصلحة لبنان إني ما أعمل حكومة. يمكن السعودية ما بدها حزب الله أو وفعلا يمكن ما بدها حزب الله بالحكومة مش هيك عم تقول له أنا اللي ما بدي حزب الله. إذا هلا السعودية عم بتساعدني إنه ما بدها حزب الله أوكي ممنونة ممنونة أنا بس إذا كان هي بدها تفرض علي حزب الله لا أنا ما رح أقبل ما رح أقبل. يعني على القليل بدي عندي قوة الرفض ومبدأ الرفض إني ما أقبل. هلأ بتجبرني بعدين وكيف مثل ما صار بالبيان الوزاري أنا بدي أتحفظ لأن يا في وطن لبنان لكل هالعالم يا أنه خليها هيك كل واحد مثل ما عم يعمل حزب الله يا بده ياخده على المحور السوري الإيراني يا أنه ما في لبنان. هي بس جنرال قديش يعني الواحد يكون هيك يعني التحليل اللي له علاقة بالوضع اللبناني قديش يعني مسألة تشكيل حكومة جديدة بلبنان يعني عندها استقلالية بغض النظر عن ما يجري في المنطقة. ما عندها استقلالية بس على القليلة بدي راعي المصلحة اللبنانية بالأساس يا خي كل العالم. فيك تفصل هالمسار اللبناني عن ما يجري في المنطقة؟ ما عم بفصل أنا بدي أفصل على القليل يخلي الناس تعيش. لا ما بدي أفصله بس بدي روح أنا أتدخل بسوريا وبإيران وأعمل أنا جندي عندهم بولاية الفقيه وبصفي أني والله لازم أخضع كل اللبنانية لولاية يعني الفقيه. يعني حتى بالمجال الاقتصادي والاجتماعي بتقدر تفصل؟ أنا ما عم بفصل بالوضع الاقتصادي والمجتمعي ما عم بفصل أنا بس أنا ما بدي عن وضع المنطقة عن وضع المنطقة. يعني اليوم تجي تقول أنا بدي شكل حكومة لتعالج الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وبترك الوضع السياسي حاليا على جنب. ايه عم نقول لهم هيك إنه جيبوا حكومة محايدة حكومة انقاذ. هذا شيء ممكن يعني برأيك؟ ممكن ايه أكيد. أكيد 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 وقت اللي أنا بقول بدي أعمل حكومة إنقاذ على القليل للوضع اللبناني الاقتصادي والاجتماعي شو بكون عم بحيد إذا بدك الوضع اللبناني عن صراعات المنطقة اللي هي موجودة اليوم خاصة بسوريا. طيب لما بدي أنقذ الوضع اللبناني أنا كلبناني ليش هو بده ياخدني يضل هالشعب اللبناني مأفلس وشبابه مصفي نحن كأنه معمل لتصدير الشباب للعمل في الخارج إن كان بالخليج ولا بالعالم كله وهو بده يعني بده يرهني لمصلحة الباقيين وما بده ياني معناته أنه ما بده وطن. ليش لنكذب على بعضنا ونوقف وراء أصبعنا هو ما بده وطن كل تصرفاته بتنم على أنه لا يريد أن يكون هناك وطن يريد أن يكون هناك وطن مرهون للمصلحة السورية الإيرانية المذهبية أو لا وطن. أنا هالشي ما بيلايمني عم بقول له يا خيط ما عم يقبل معي لا لأنه هو ما بده وطن. إيه بس كمان بالمقابل في اتهام مثلا لقوى ب 14 أدار ومن ضمن تيار المستقبل أنه والله أنتم ناطرين نتائج الحرب في سوريا بتشوفوا شو بده يصير. لا 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 ما إذا تقدموا الثوار بالبريف اللادئية أو إذا حققوا انتصار بحلب تسحبوا ورقة الحكومة الحيادية أو حكومة التكنوقراط
وبتحطوها على الطاولة. امبارح نائب وليد جملاط عم ينصحوا للسيد حسن بالانسحاب من سوريا لأنه التطورات على الأرض تنذر بأنه نظام الأسد ساقط. معناتها في مراهنة من قبلكم على الوضع العسكري في سوريا. لا ما مش مراهنة، بالعكس انه وليد باك هو اللي عم بيقول له انسحب من سوريا لانه النظام ساقط. بس نحن من الاساس يمكن من لما سقطت حكومة الرئيس الحريري كقوة لبنانية طالبنا انه تكون حكومة تكنوقراط. ما كانوا يقبلوا معنا انه حكومة تكنوقراط بتمرق هالمرحلة يا اخي لنعمل انتخابات نيابية ولا نعمل انتخابات رئاسية. ليش رح تصير انتخابات رئاسية؟ ايه اكيد بتصير، لازم تصير. طيب. من احنا من هذيك الايام يعني من سنتين ونص طالبنا بحكومه تكنوقراط. هلا لما انهارت هاي الحكومه ولما فشلت هاي الحكومه ولما انهزمت هاي الحكومه وين ما كان بكل المحلات، عم نقول لهم ارجعوا على الشيء طالبناه من سنتين وشوي، حكومه تكنوقراط، حكومه ما تكون سياسيه. نحن انتبه بنشوف لبعيد بس ما عندنا مصلحه شخصيه عن جد كقوة لبنانية سوى قيام الدولة اللبنانية على كل الأرض اللبنانية. نحن عم نطالب من سن من من من, من أربعة أشهر إنه عملوا حكومة تكنوقراط. لا نحن فيها ولا أنتم فيها. أنتم مش مراهنين على الوضع السوري؟ طبعاً لا. كقوات لبنانية؟ لا لا لا. بس في أطراف بـ 14 أدار مراهنة. لا أكيد لا. ليش تيار المستقبل مش مراهن؟ لا مش مراهن. لا بالعكس. نحن بقوة 14 أدار وبالقوة اللبنانية منا مراهنين على الوضع السوري. انتبه. نحن نؤيد الثورة السورية من بعيد. لأن عملية أخلاقية، عملية بناء دولة ومبادئ وشعب حدنا عم يتقتل كل يوم، أكثر من 100,000 قتيل قتل هذا النظام. إيه بدك يعني نحن نقول والله لا نحن مع النظام؟ لا، نحن منا ديكتاتوريين ومنا ظلام ولنا ومنا تابعين لولاية الفقيه. نحن مع الشعب، مع الحرية، مع الديمقراطية، مع كل شعوب العالم. نحن كنا مع الشعب، مع الثورة المصرية، مع الثورة السورية، مع الثورة الليبية ومع الثورة التونسية. وهلأ وين بصير ثورة بالعالم شعب بيطالب بالحرية؟ نحن معه. بس نحن لا منبعث سلاح ولا منبعث ذخيرة. طيب حزب الله يراهن على الوضع السوري؟ يعني طبعا. يراهن مثلا على انتصار النظام في سوريا؟ طبعا. ليش بده يراهن؟ مشان هيك رح يقاتل هونيك بسوريا. وقال ليش عم بيقاتل بسوريا؟ وعاد تفكر مشان مقام السيدة زينب. السيدة زينب هي بنت الإمام علي طبعا، وخي الحسين قتل واندفنت بالشام. بس ولا مرة على مدى 1400 سنة حدا تعرض لهالمقام. طبعا هو راح يقاتل هونيك باسم السيدة زينب لأنه يعتبر أنه هذا النظام إذا سقط يعني بتسقط الأمبراطورية، بتسقط الحلقة الأساسية بالأمبراطورية الفارسية يلي تفضل. يلي بيعتبرها انه بتمتد من طهران على بغداد على دمشق على الأذاعي. اذا بدنا نسلم انه حزب الله يراهن على الوضع السوري وناطر يشوف انه امتى هذا النظام مشان هيك عم بيقاتل يحقق الانتصار في سوريا، فاذا لن يسمح بتشكيل حكومه في لبنان. اذا بده يواجه اللبنانيين ككل هذه قضيته، يستفيد هو حر. على كل حال هيدي الحكومه هي لعزل اذا بدك المصير اللبناني عن اذا بدك لابقاء هذا الوطن حي، يعني حتى الشعب اللبناني ضل عايش يعالج مشاكله. ليش ايران ما عم بيعالجوا مشاكلهم كداخليين؟ عم بيعالجوا تشكلت الحكومه دغري، ما لحق الرئيس الجمهوريه بيساعدوا النظام وتشكلت الحكومه فورا، بيساعدوا النظام السوري بالحرس الثوري، بيبعثوا له يمكن مصاري ورجال وكل شيء. بس ليش بده يحرمني انا من اني اعمل حكومه لبنانيه تتعالج الوضع اللبناني وتخليه يا خي يضل مستمر بهالحياة؟ شو بدها تعالج يعني؟ اذا اضافه للوضع الاقتصادي والوضع الاجتماعي، على هودي امرين لازم يتعالجوا. بس هل مثلا رح تقدر تستطيع تعالج التشنج المذهبي القائم يلي ببلش من عرسال واتهام اهالي عرسال انه هن كمان عم يفوتوا سلاح وذخيره ومقاتلين على سوريا وصولا الى بعلبك وصولا الى الهرمل وصولا الى الضاحيه وصولا الى الجنوب؟ كيف هي القصه؟ الحكومه بدها تعالجه. الحكومه اللي بتجي هي بتعالج الوضع. هلا بتوقف هي وحزب الله بتحكي هي وياه، يا انه بده يعزل حاله عن الوضع السوري، انه بده يواجه هذه الحكومة. تحكي مع الأطراف الثانية كمان لتعزل الحالة عن الوضع السوري؟ طبعاً بدها توقف، بدها تحكي مع على كل حال الأطراف الثانية عازلة حالة عن الوضع السوري. إلا بالحكي. أنا عم أقول لك إنه بعرسال عم بيقولوا إنه بفوتوا سلاح وذخيرة وبفوتوا مقاتلين. لك مين بفوت سلاح وذخيرة؟ أكبر تجار سلاح وذخيرة على الوضع السوري هن الناس من الهرمل ومن شو بدك بالحكي؟ أول من تجر بالسلاح والذخيرة هن عناصر من حزب الله يعني. شو بدنا بالحكي هلا؟ أنا ابن المنطقة وبعرف بالمنطقة حدودية وبعرف كيف بيتاجروا بالسلاح والذخيرة بوادي خالد وبأكروم و و و أغرب التجار هن اللي كانوا عندهم سلاح. هلا ما بدي أحكي، على كل حال هيدي الحكومة هي بتعالج الموضوع. طيب يعني طيب
بظل كل هذا الكلام يعني وبظل المراهنة من هون كان من هون ولا كان من هونيك على الوضع السوري، تعتقد أنت أنه أين تتجه الأمور ميدانيا في سوريا؟ يعني عم نلاحظ أنه الجيش النظامي تقدم بحمص، المعارضة تقدمت بمنطقة حلب وبريف اللدئية، كمان سيطرت على بعض مخازن الذخيرة بدنحة، وين عم تروح؟ طبعا لا لك شو. أنا بلخص الوضع السوري على الشكل التالي، النظام لا يسيطر على أي بقعة في سوريا ويحاول احتلال سوريا، المعارضة لا تسيطر بالكامل على أي منطقة في سوريا، إنما المسار التاريخي للأمور وكل الحروب ولا مرة بالعالم إلا الثورات المطالبة بالحرية هي التي ستنتصر. نظام قتل من شعبه حتى اليوم أكثر من 100,000 قتيل لا يمكن أن يحكم سوريا في المستقبل. هذا 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 معروف. هلا المعارضة مفككة، يوم تلي المعارضة بتتوحد، يوم بيصدر القرار من قبل الدول الكبرى ولا تتوحد المعارضة، كون أكيد أنه النظام السوري بسرعة البرق سينهار. والتوحيد المعارضة هين اليوم، بدي أعطي مثل، أنت بسام أبو زيد أنت رئيس المعارضة وفقط. لا يا خي أنا المصريات كلهم معك بأخذ مصريات وفل المصريات كلهم معك، رياض الأسعد أنت القائد العسكري وبس، الزخيرة والسلاح والمصريات كلهم معك، كون أكيد بتتحول الثورة السورية بين ليلة وضحاها إلى العنصر الحاسم في مصير الأسد. إنما مصير النظام ومصير الأسد لن يحكم سوريا في المستقبل. وبعدين مش معقول واحد حكم أو قتل شعب بهالشكل يضل حاكم. لذلك مصير القتل متبادل، يعني ما فينا نحكي عن جهة واحدة عم تقتل. طبعا طبعا قتل متبادل، اي طبعا طبعا، بس إنما أنت عم تقتل باسم الشرعية، هديك عم يقتل يمكن لأنه بدك تقول أزعر، مزبوط، بس أنت عم تقتل باسم الشرعية وتستمد السلطة من الشرعية ومن موازنة الدولة و و و و لذلك لا يمكن لهذا النظام أن يستمر في الحكم لسوريا. هلأ لأيمتى بتضل القصة؟ لأن المصلحة الإسرائيلية عم بتطول الثورة السورية، ويمكن مصلحة بعض الدول إلا حق يعني انه إلا مصلحة انه تستمر. لذلك بس على الارض التطورات على شو بتدل؟ بتدل انه عم بيحاولوا خلق توازن على الارض ولا انه عم بيحاولوا غلب فريق؟ ما ممكن يصير توازن على الارض. هلا انا امبارح سمعت انه بحلب اخذوا مطار، على المنطقة العلوية تقدموا على المنطقة العلوية، هذا بعده كله حكي لم يترجم عمليا، يعني انه على 20 كيلومتر من القرداحة اللي هي بتمثل رمز للنظام، بس ما في شيء ملموس وعملي لغلبة فريق على اخر ان كان النظام او غير النظام. طبعا اخذوا الخالدية، احد احياء حمص، بحمص في كذا حي، بحمص في بابا عمرو، في الخالدية، في نبيل، في الزهرة، في كتير احياء، بس انما الثورة هي التي ستنتصر لان الشعوب المطالبة بالحرية لن تنهزم لا عبر التاريخ ولا اليوم ولا بالمستقبل. بس كمان في كلام انه يعني سوريا تتجه الى التقسيم، تتجه نحو الدويلات، وانه ما يجري في منطقة حمص في القصير انه هيدي محاولة لإقامة الدولة العلوية، وانه الهجوم الذي صار بمنطقة ريف اللاذقية هو محاولة من قبل السنة في سوريا لمنع قيام الدولة العلوية. أنا كثير بسمع وبقرأ أنه إقامة الدولة العلوية، الدولة العلوية، المنطقة العلوية اللي موجودة على الشاطئ السوري ما بتشكل إلا 3% من مساحة سوريا، المعلومات يعني. الدولة العلوية اللي مزعومة فيها علويين وسنة ومسيحيين، الدولة العلوية إذا بدها تقوم هونيك يعني كأنك نقلت الحرب السورية من سوريا إلى هذه المنطقة بين العلويين والسنة والمسيحيين. ثالثاً، لا يمكن لسوريا يلي هي 97% من مساحة الأرض السورية تقبل أنك تشلحها الشاطئ السوري يلي هو الوحيد بيوصلها ببقية العالم. هذا صار الشاطئ يلي شكل 3% ستبقى سوريا بدها تضل تحاربه وبدها تضل تصير المشاكل فيه لحتى هي ترجع تسترجع. ولذلك القول بأنه الدولة العلوية هيدي قول مش مزبوط، ولو بده دولة علوية كان جاب كل قوته وحطهم بالدولة العلوية للدفاع عنها، ويوم تلي الرئيس الأسد
بيترك دمشق أو بيتخلى عن دمشق سقطت الدولة ككل. لذلك الدولة العلوية أنا بعتبرها هي كذبة كبيرة، وهي تسويق لبعض الأقلويين يلي بينادوا بالأقليات، وعلى مدى من سنة 75 لليوم هيدي كذبة كبيرة ولن تحصل. جنرال وهبي قطيشة بدي أشكر مشاركتك معنا اليوم، بنهاركم سعيد، أهلا وسهلا فيك. مشاهدينا أيضا بدي أشكركم على متابعة هذه الحلقة، وإلى اللقاء.